والو. مرض السكري لا في التشخيص ديالو في الاعراض الاولى ولا في المضاعفات ديالو وهو مرض صامت. داكوغ كاين العلاج دكتوره دمنشا؟ بيان سور الحمد لله كاين العلاج. شنو هو العلاج؟ الوغ العمود ديال العلاج هو التغذيه السليمه، باش ما نقولش الريجيم ولا الحميه، داكوغ، باسكو بدينا كنحيدوا هذه الكلمات هادو. التغذيه السليمه داكوغ، وبيان سور الحركه، باش ما نقولش الرياضه، لان كاين اللي ما عيقدش على الرياضه كنقول لهم المهم هو الحركه. الحركه المشي اون فونكسيون ديال الانسان هو وجهده وشنو كيقدي يدير. والتغذيه السليمه الانسان كيخصو يحيد من راسو الفكره ديال الريجيم. السكري من النوع الثاني كيخصو يعرف اشنو كياكل وشحال كياكل، دونك الجوده والكميه. داكوغ، وكيفيه الوقايه من هذا المرض دكتوره؟ التغذيه السليمه والحركه. داكوغ، باسكو ايفيكتيفمون كاينه الوقايه، سورتو الانسان اللي كيكون عنده عوامل الاختطار، هذاك هو الوقت اللي كتاخذ الوقايه الاهميه ديالها. دونك الحركه والتغذيه السليمه. التغذيه السليمه باش ما ندخلوش في زعما في لي ديتاي، التغذيه السليمه هي نبعد على السكر الاصطناعي، فهمتي، كنهضر على الحاجه اللي فيها السكر، طوبه السكر، زايدين فيها السكر، الحلويات، ناخذ توسكيه ناتشورال، توسكيه فوالا، نكثر من الخضره ونكثر الحركه. داكوغ دكتوره، هل هناك معتقدات خاطئه عن مرض السكري؟ بزاف داكوغ، مي نرجع ونقول نهضر على لو كاركتير سيلونسيو، صفتو مرض صامت، لان شحال من واحد واللي حدي الان كيجي الانسان، فهمتي، كيجيونا بعض النوبات الانسان تم التشخيص ديال مرض السكري الوغ كو عنده مضاعفات. داكوغ، راه علينا 50% ديال الناس اللي كيتكم الاكتشاف ديال مرض السكري من النوع الثاني عندها، كنهضر على النوع الثاني، راه كيكون ديجا عندها المضاعفات. علاش؟ على ود هاد الصفه ديال الصامت، ما كاينش الاعراض، ما كاينش اللي كينبه الانسان راك فيك السكر. داكوغ، وكاين بعض النوبات كيكون التبول، كيكون العطش الشديد، الانسان ما كينتبهلوش. داكوغ، وهذا الشيء علاش كنحطوا على التشخيص المبكر. داكوغ، والاخطار دكتوره ديال هذا المرض عنده اخطار؟ دونك الاخطار كتجلى في المضاعفات، دونك ذكرت المضاعفات الحاده والخطر زعما كيتجلى في المضاعفات طويله المدى. هذه المضاعفات كتقيس يا اما الشرايين الكبيره، داكوغ، دونك بالخصوص اللي كتمشي للقلب ولا للدماغ، دونك كتجلى في الجلطه الدمويه ولا الذبحه الصدريه، ولا في العريقات الصغيورين اللي موجودين في العين، دونك كتقاس الشبكه ديال العين، ولا في الكلي، دونك معروف امراض الكلي اللي كتادي الله يحفظ القصور الكلوي ومن ثم الدياليز، وكاين العريقات ديال الاطراف. داكوغ، دونك كيتقاسوا العريقات، دونك من ما بين العلامات اللي كتكون الانسان كيحس بيديه كيتنملوا، ولا كيقول لك بحال العافيه شاعله لي في رجلي، ولا ما كنقدش نتمشى على رجلي، وهذا هو العضو الوحيد اللي كيكون فيه الحريق. بعد نوبات الانسان اللي مريض في السكري غير هذا الحريق هو اللي كيجيبو يدوز مالوغوزمون، لان العين واخا شبكه العين كتقاس، ما كاينش، ماشي كيقول بايزومبل الانسان المريض ملي كيجي لعندك ما كتقولوش واش كتشوف مزيان، لان كيمكن الشبكه تكون مقيوصه وهو راه مازال كيشوف حتى كيتقاس اكثر من 80% في الشبكه، وعاد كيبدا الانسان يهبط له النظر. دونك